اهلا لاميم خليلو. سي لابريكاد اش بغيتي تاني؟ امالك ما بغيتيش تسكت؟ قتلني الملل، خليتوني بيطالي وبغيتو نسكت. ولكن المغرب كيربح وانت كتنوح، مالك؟ حيت تأهلتو بسبابي وبقى فيا الحال. اللهم يبقى فيك انت الحال ولا نبقاو حنا في بلايصنا. انا بالنسبه ليا الاخر احسن. كندخل ديال المقابله ما كانش كما كنا كننتظروا، لان الا لاحظتوا في ثلاثه ديال الاهداف جوج اخطاء فرديه ديال اللاعبين، ف ملي كتسجل عليك هدف في الدقيقة الثالثة أمام فريق اللي كان مستعد وعنده عناصر اللي كيلعبوا على الكونتر ولاعبين سرع، فما كنظنش اللي كيدير خطأ كيدي. بدينا الشوط يمكن كنا نسجلوا هدف في الشوط الأول. تتواصل الأشغال بوتيرة سريعة هنا بملعب طنجة الكبير بالقرية الرياضية زياتن، ملعب سيكون محط أنظار العالم بعد اختياره لاحتضان مباريات نصف نهاية كأس العالم للأندية التي سيحتضنها المغرب. أول حاجة كنبغي نشكر الجمهور على الدعم ديالهم لينا، كنبغي نشكر اللاعبين والجميع. مباراة ما كانتش سهلة، لعبنا مع فريق اللي معنا في الترتيب، مباراة ركزنا عليها بواحد الشكل كبير لان كان خصنا نربحوا، خصوصا حنا كنلعبوا في الملعب ديالنا، خصنا نربحوا باش نخليو الفريق ديال الصدارة مع فريق الوداد. تفاجأت أنا كنت بلاصي الطوموبيل هنا ديال الخدمة، الطوموبيل ديال الخدمة عندي. بدأت عدد من المحلات بقلب مدينة طنجة لاستعداد لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة من خلال عرض عدد من المنتجات الخاصة باحتفالية العام الجديد. وكما الشأن هنا بالنسبة لعدد من المراكز التجارية الكبرى بطنجة والتي جهزت ديكورات بين أشجار الكريسماس وإحاطتها بالهدايا وعربات بابا نويل، اعتمدت محلات تجارية أخرى على الديكور الخاص بالعام الجديد. زيد 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 دخل شوية زيد زيد اللور اللور دخل سكن ولي سكن على الشمال شمال راح هوب راح. Tout d'abord, je crois que le fait qu'il y a plusieurs célébrations, ça montre l'importance que nous attachons à cet événement, pas seulement en tant que bureau de liaison, sinon aussi en tant que des amis et des partenaires d'Israël et ici au Maroc. Donc je crois que c'est une autre façon et une autre occasion de voir ensemble. وبعد صدور القرار ديال المحكمة النقد الذي فصلت بين الصحفي وغير الصحفي، اعتبرت في قرارها بأنه الغير الصحفي أي الذي لا يحوز ما يفيد أنه صحفي لدى الجهات الرسمية، وإحنا عندنا المجلس الوطني ولك أعطي هذه البطاقة يطبق عليه القانون الجنائي، بينما الصحفي في له جميع الضمانات، عدم اعتقاله متابعته بقانون الصحافة والضمانات المنصوص على قانون الصحافة، وإحنا نمشيو هذا الاتجاه في القانون الجنائي. المستوى العربي والإفريقي وعلى البلدان النامية وفي مختلف أجزاء المعمور، لأنه فعلا عندما نلاحظ ذلك التطور المذهل خاصة بعد الانتصار على الفريق الإسباني ثم الانتصار بعد ذلك على الفريق البرتغالي والتأهل لما يسمى بكرة القدم بالمربع الذهبي، هذا كان يشكل انتصارا لم يسبق له مثيل في التاريخ بالنسبة لأي من الفرق التابعة لأي من البلدان الإفريقية أو العربية أو النامية. هنا في المنطقة ديال برشيد 16 وهي منطقة اللي معروفة بالحبوب، زراعة الحبوب، كاين زراعات ديال القمح، الفارينة، الشعير، وكذلك حتى الزراعات العلفية البورية. طبعا هنا زارعين الشعير وزارعين الخرطال يعني لتوفير الكلاء الماشية، ودايرين حتى الزراعة ديال القمح، القمح اللين. هاد الشتا يعني ولو كانت يعني جات متأخرة فيعني كان عنده واحد التأثير كبير على يعني على الزراعات. المستشفى الخاص بمدينة سلا هو مؤسسة صحية خاصة كتنتمي لمجموعة أكديتال،
واللي كتعتبر اكبر مؤسسه صحيه خاصه بمدينه سلا، واللي تتكون من جهه المستشفى المتعدد الاختصاصات، ومن جهه ثانيه مركز معالجه الاورام. الحمد لله اليوم حنا كنتواجدوا في السوق ديال لاسرقه. السوق ديال لاسرقه الحمد لله كاين السلعه موجوده، كاين الجوده هي المهمه. الحمد لله المارشي ولا كيتبدا بكري مع الصباح، الاجراءات كامله كاينه، النظام كامل كاين. حنا فرحانين بهذا الشيء، النظام اللي دارت الدوله واللي دارت وزاره الصيد البحري زعما عطى واحد المفعول كبير ولا بقينا عليه. اول شيء بعد الجوده كانت مشات للداخله هي رجعت. طبيعة الحال اليوم نحن نفتتح فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي الخاص بالثقافة والتاريخ والمجال الحساني الصحراوي. هذه النسخة التي يميزها الرقم القياسي على مستوى المشاركات، إذ هناك 24 فيلما تدخل المسابقة الرسمية و12 فيلما تدخل إلى البانوراما. طبيعة الحال هناك على مستوى الصيرورة الزمنية للمهرجان. Une fois de plus de venir à l'UEMF parce que c'est un lieu vraiment formidable pour les débats, pour la confrontation avec cette jeune génération. Puis aussi c'est une université qui est assez en avance sur pas mal de sujets et je pense en particulier aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes, ou aux questions de réflexion sur justement l'euro-méditerranée. Taux de pénétration d'Internet sur le continent africain qui est aujourd'hui de 22% selon la Banque mondiale devrait impulser les revenus du secteur de l'industrie musicale africaine. Les pays africains doivent à cet effet renforcer leurs actions de sensibilisation en faveur du développement de l'industrie musicale, non seulement chez les professionnels du domaine, mais aussi chez les acheteurs. On ne peut pas considérer l'univers digital dans la musique. C'est des choses qui sont totalement indissociables. Nous sommes tous émus, nous avons des sentiments de joie, nous partons de la tristesse à la joie. Le chef de l'État a le souci premier de faire en sorte que ces populations vivent dans des conditions fiables et saines. D'où la remise des clés aux 6 familles qui vivaient dans des zones précaires, dangereuses, pour qui un moment ou l'autre, la vie pourrait être ôtée. Les zones à risque sont interdites de construction. Comme le président Doumbouya a accepté le 24 mois, moi je ne trouve pas normal. Parce que si ils ont dit que c'est le 1er janvier 2023, ils vont commencer les 24 mois, moi je ne trouve pas ça normal. Normalement, ils devraient commencer là où ils ont pris le pouvoir. À débuter là-bas maintenant, ils vont commencer de compter les 24 mois. Mais s'ils ont dit que c'est le 1er janvier, ils vont commencer.